استعدادا لاستقبال المضحين خلال أيام عيد الأضحى المباركة، يواصل موظف الهيئة العامة للغذاء والتغذية عملهم في متابعة استقبال الأضحية بسلاسة وفحص الذبائح والتأكد من صحتها قبل وبعد عملية الذبح. دورنا كهيئة العامة للغذاء والتغذية ان نفحص الذبيحة قبل وبعد الذبح وتأكد من شروطها وسلامتها، سواء كانت أضحية أو غير أضحية، لكن كأضحية طبعا نتأكد من سلامتها وصحتها قبل وبعد الذبح. يتم فحصها والتأكد أنها خالية من أي أمراض، ويتم الإفراج عنها وتسليمها للمستهلك. أتمنى مع الشركة المستثمرة لهذا المسلخ أن يتم الذبح بالطريقة السريعة بالخطوط اللي موجودة، عندهم أكثر من 4 خطوط للذبح، 2 منهم يدوي و2 منهم آلي. الفحص البيطري للأضحية ثم الكشف عليها فنيا للتأكد من خلوها من بعض الأمراض، آلية يتبعها الأطباء البيطريين التابعين للهيئة. تنتقل حق الفحص اللي هو البيطري، سواء من الدكاترة أو من المفتشين، فيتم عليها الكشف من بدايتها إلى يعني فنيا يشوفون فيها الأمراض. يذكر أن مراقبي الهيئة العامة للغذاء والتغذية يشرفون على 4 مسالخ مركزية للتأكد من تطابق الاشتراطات الصحية ورفع الكفاءة الإنتاجية خلال أيام العيد لاستقبال المضحين. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.